سالم عمار سالم القرزي، أدرس اللغة الإنجليزية في جامعة كولورادو مدينة بولدر. في المستقبل سأدرس بعد اللغة سأدرس إدارة أعمال. علي أبو بكر علي بن هيازع من مدينة الشبام حضرموت، حالياً أدرس بولاية واشنطن مدينة سياتل، أدرس لغة إنجليزية في معهد University of Washington. إن شاء الله بقدم على الجامعة في تخصص Computer Science في نفس الجامعة بإذن الله. أخوكم محمد عبد الله أحمد بن رئيس، أدرس في جامعة ولاية Pennsylvania State University، تخصصي في الهندسة الميكانيكية مستقبلاً بإذن الله. الاسم سالم يسلم باحقيبة، التخصص إن شاء الله اقتصاد، أدرس حالياً في ولاية دلاوير، لازلت أدرس اللغة الإنجليزية، ولكن إن شاء الله أطمح أني أدرس اقتصاد وعلوم سياسية. كل هذه التخصصات المتنوعة، ستساعد في بناء حضرموت. بالطبع التخصصات المتنوعة هذه لها تأثير كبير في بناء المجتمعات، وإن شاء الله نامل أنها تبني حضرموت وتبني اليمن عموما. صراحة هناك اختلاف كثير جدا بين المجتمع الحضرمي والمجتمع الأمريكي بسبب الاختلاف في الثقافات، اختلاف اللغة. واجهت العديد من الصعوبات من خلال الانسجام مع الثقافة الأمريكية بحكم الاختلاف، وكمان واجهنا صعوبة في بدايات لما جينا إلى أمريكا في مرحلة اللغة بحكم اختلاف اللغة، خصوصا أنه لما تجي على أمريكا المطارات كبيرة جدا، بعكس يعني عندنا المطارات في الدول العربية، وعندنا في اليمن مطارات صغيرة، يعني تواجه هناك العديد من الصعوبات. الغربة صعبة وتعبة، وعلى مر كل التاريخ الحضرمي نشاهد ان الكثير من الشعراء يتغنون بالغربه وما ادراك بالغربه، ولما نقرا كثير عن التاريخ الحضرمي نشاهد ان الكثير من الاسر والعوائل الحضرميه قد هاجرت الى كل بقاع واصقاع الارض، الى شرق اسيا، الى اوروبا، الى السعوديه، الى امريكا. فنحن نتخذ هذا المنهج ونحتذي بهم. نحن نعم غربتنا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية فيها نوع من الصعوبة، نتذكر فيها الأهل، نتذكر فيها البلد وما يحل بها من معيشة صعبة للأهل وللأصدقاء وللمواطنين بشكل عام. فعندما نتذكر مسؤوليتنا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية كطلاب، فإننا نتناسى بسرعة تلك المآسي، نتناسى أوجاع الغربة بسرعة تامة عندما نتذكر مسؤوليتنا كطلاب هنا، والغاية والرسالة والهدف الذي جئنا من أجله هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي سننفع به أمتنا وسننفع بأهلنا في حضرموت خاصة وفي اليمن عامة. طبعا أمريكا بلد مختلف، يعني من ناحية الديانة ومن ناحية الثقافة، فالحياة في أمريكا هي نوعا ما طالب كطالب حضرمي وكطالب يمني عندما يأتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية يواجه صعوبات، ولكن بالتحدي وبالإصرار يتغلب على هذه التحديات ويوصل إلى هدفه المشهود الذي أتى من أجله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. والله الموسيقى تمثل جزء كبير من حياتي، و بالطبع الدان له جانب مرة في حياتي، له اهتمام أكثر. طبعا أحل الدان كثير هنا، فأغني أحيانا لنفسي عشان أرجع ذكريات، عشان أعيش يعني كأني أعيش في البلاد، كأني أعيش بين أهلي وأخواني، فالدان يذكرني بهذه الأشياء.
صراحة من يوم ما جيت لأمريكا وأنا في حدثت لي عدة مواقف يعني. أول ما جيت للولايات المتحدة الأمريكية كانت رحلتي من مطار القاهرة في مصر إلى مطار جون كينيدي في نيويورك. فهناك كان قبل ما تدخل إلى أمريكا ضروري في يعمل لك تشيك في المطار. لما أعطيته حق الجواز والاستمارات كامل أخذ كذا يشيك على جوازي، ما أدري شك أنه شك في جوازي، لأنه في جوازي كانت يعني يمكن شك حسبنا يعني لأنه من اليمن بحكم الأوضاع في اليمن وهكذا. قال لي تعال تبعنا، بعدين رحت تبعته إلى الغرفة حق الإمبريجريشن، وبعدين يقول لي قجريت هناك حوالي ثلاث ساعات أربع ساعات أو أكثر في غرفة الإمبريجريشن وأنا مربوش. قلت يا جماعة شكلهم بيقولون نرجع البلاد، أنت اللي يعني شكوا فيك أو شيء. فبعدين رحت لعنده وسألنا عديد من الأسئلة، فيقول لي هل بدأ تدربت على الأسلحة، هل بدأ يعني هل بدأ سافرت لأي منطقة، يعني زي هذه الأسئلة السكيورتي، أسئلة الأمن يعني. وكمان يعني من هنا يعني لما أنا كنت يعني مرة يعني واثق من كلامي وكلهم يعني بكل يعني بكل أريحية يعني ما ارتبشت. لأن من هنا أحب أن أوجه نصيحة إلى أخواني القادمين للولايات المتحدة الأمريكية، أن يكونوا يعني لما تحصل لهم مثل هذه المواقف مثلا في السفارات المقابلات قد تحصل لهم نفس المواقف في داخل أمريكا مطارات حق أمريكا، يتكلمون يعني ما يرتبشون على قولنا يعني الحياة دي يعني يبعدون منهم، يكونوا يتكلمون بكل ثقة، لأنه يشوفك لما تكون أنت إنسان واثق من كلامك يعني يكون يعني قبولك أكثر. بيد هذه الابتعاثات التي تقوم بها مؤسسة حضرموت التنمية البشرية لها العديد من المردود الإيجابي لأرض حضرموت على الشكل خاص ولليمن على شكل عام. فعلى سبيل المثال كل طالب هنا في الولايات المتحدة الأمريكية وكل طالب في كندا له نزعة يتذكر هدفه. فعلى سبيل المثال لدينا الكثير من الطلاب في مختلف التخصصات في الهندسة في العلوم السياسية في الإدارة، كل هذه التخصصات لها مردود إيجابي. كل هؤلاء الطلاب سوف يعودون يوما من الأيام في المستقبل وسيدرفون الدموع فرحا عندما يرون حضرموت في مقدمة الأمم. حضرموت الآن تنتظرنا وتنتظر بقية أصدقائي للعودة إلى أرض الوطن وتقديم المنفعة لأرض حضرموت في مختلفة المجالات. في الاقتصاد نريد ازدهار في الاقتصاد، في السياسة نريد ازدهار في علوم السياسة، نريد ازدهار أيضا، نريد حماية البيئة في حضرموت، نريد بسط الأمن والأمان في حضرموت. فهذه هي مسؤولية كبيرة تقع على عاتق أي طالب حضرمي مبتعث في أي بقاع العالم في الولايات المتحدة الأمريكية أو في كندا على وجه الخصوص. طبعا مؤسسة حضرموت يعني يعود لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في ابتعاثها يعني نوابغ حضرموت للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية والدراسة في كندا والدراسة في شتى دول العالم. طبعا هذا كله سيعود بعد يعني سنوات يعني عديدة، سيعودون هؤلاء الطلاب إلى حضرموت ويحدثون عجلة من التغير سواء كان في مجال الاقتصاد، في مجال السياسة، في مجال الصحة وفي عدة مجالات. فكل واحد إن شاء الله بيشتغل بقدر مجهوده في إحداث تغير في حضرموت وفي اليمن عامة. ذا فصل ليلة معانا في القتلة ناوى المحب اللي بعدهم قتل، والولفة ما هو خيار والليالي تعود يا وجوه الخير، حبنا في شرق وصلي القبلة قولوا على صاحبي خفنت قبل، نابر سببر والمسابيب زاقلوا بفعين البر، الشوق كم من واحد كلا عقله ما حد يشعق ثيابه وهو عقل،
بعد الحبايب اصفر والمحبة محبة ما ابغى تفسر ففصل ليلة معانا في القتلة نوى المحب اللي بعدهم قتل والولفة ما هو خيار والليالي تعود يا وجوه الخير. حضرموت أمي، يعني أمي حبي لها رغم الظروف القاسية رغم المحن. مهما ما يحصل الآن في حضرموت في اليمن بشكل عام صراحة له يعني تأثير سلبي على الطالب، بس الطالب لما يشعر بأن هناك يعني بأن هناك حضرموت واليمن تنتظره وأنه سيقدم الكثير لحضرموت فيتناسى هذا كل هذه الهموم وكل هذه المشاكل التي تحدث في البلاد. صراحة يعني أكثر عايق يواجهنا هو الشوق للأهل والأقارب والأصدقاء في حضرموت. أريد أن أستغل هذا المقام في بتوجيه شكري وتقديري أولا إلى كل من وقف بجنبي في مسيرة التعليم في مسيرتي التعليمية وفي مقدمتهم على في مقدمتهم لا حصر طبعا أهلي متمثلين في والدي ووالدتي الذي كانوا بجانبي طوال الوقت يدعموني في أي عقبة للتغلب على أي عقبة قد أواجهها هنا. وأيضا أوجه شكري لمؤسسة حضرموت التنمية البشرية على رأسهم رئيس أمنا مؤسسة حضرموت الشيخ الوالد عبد الله بن أحمد بوكشان والدكتور صالح عوض عرم، كما لا أنسى أن أشكر أيضا مدير مدرسة ثانوية صيون النموذجية الثانوية التي أخرجتني وجعلتني مؤهلا للحصول على هذه المنحة والدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسهم مدير الثانوية الأستاذ محمد عمر حسان. أوجه نصيحة إلى أصدقائي الذين درست معهم وشباب الدارسين في الثانوية حاليا أن يعملوا ما بقدر يعني بقدر استطاعتهم أن يواجهوا الصعوبات والتحديات التي أمامهم وأن يعملوا بجد على أن يتحصلوا على سواء كان منحة دراسية داخلية أو منحة دراسية خارجية وأن يكون عندهم طموح ولا يأيسوا يعني يطرقوا كل الأبواب ويتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله يعني الأمل في العلم والطلاب هم الذين سيحدثون تغير، إذا كان شيء تغير سيحدث في البلاد فالعلم هو الأولى والطلاب هما من سيقودوا هذا التغير. عاد شي خبر من محبين حلوا في حقاب ولا قناع منهم والمحبة مظهر كل ما الليل مد زياد همومي وانا ما معي قدره ولا حال. عاد شي خبر من محبين حلوا في حقاب ولا قناع منهم والمحبة مظهر كل ما الليل مد زياد همومي وانا ما معي قدره ولا حال. يا عينك الله على الشوق لما تقترب تمضي ليالي وعينك من الولفة سهر ما يكلمك حد ما غير ذكر المحب اللي يطري على البال. يا عينك الله على الشوق لما تقترب تمضي ليالي وعينك من الولفة سهر ما يكلمك حد ما غير ذكر المحب اللي يطري على البال.